معكم مشاهدينا باقي أخبارنا. التاجر الصغير هو عنوان لبرنامج تدريبي يهدف إلى ترغيب الجيل الجديد في الأسس والمبادئ التجارية اللي جعلهم في مصاف التجار الكبار. راح نشوف الحين هذا التقرير نجيب، وفي راح نشوف الأطفال الصغار وهم كذي إيش كانهم تجار. تجار صغار. تجار صغار. تجار صغار. خلونا نشوف. شوف. تطوير وتعزيز ريادة الأعمال مبكرا لدى الأفراد المميزين يعد هدفا تعمل على تحقيقه ورعايته مؤسسات الدولة المختلفة. ويأتي مشروع التاجر الصغير ليعلم الأطفال أهمية الادخار ووضع الميزانيات. والفعالية عندنا هنا قاعد نخلق جيل جديد من الشباب أو من الأطفال الصغار كذي، نعلمهم شنو معنى التجارة وشنو معنى البزنس وممكن شلون تتعامل مع الزبون، افكارك شلون تحطها في بطريقه تجاريه تقدر تسوقها. فكل هالمفاهيم اللي راح تعلمونها الان بالفعاليه هذه مهمه عندنا. هذا البرنامج طبعا يهدف الى تنميه مهارات رياده الاعمال والبزنس والتسويق عند الاطفال اللي هو من عمر 6 الى 14. هدفنا نبي نثقف هذه الشريحه ونعلمهم ان هم ممكن يبتدون مشاريع صغيره، ممكن يكونون رياديين وقياديين. خطوه صغيره الى نجاح كبير ومستقبل امن، تهدف الى تعزيز مبدا الوعي والذكاء المالي للاطفال لايجاد جيل واعي قادر على التخطيط لمستقبل اقتصادي آمن. قاعد أبيع بوز، عشان إذا صرت كبيرة بكون تاجرة. أنا أصير تاجرة ويصير عندي محل اكسسوارز وأشغال يدوية. وحياكم بمعرضنا. اليوم فاتح محل ألعاب نبيع السبنرات والسلايم. هدف إن أول شيء نستانس نستمتع بوقتنا ونتعلم شلون نصير تجار. برنامج التاجر الصغير يرمي إلى خلق جيل واعي ومتفهم لمعنى الاقتصاد. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.